كانت تواجدوا هنا هي لاستقبال أطفال ضحايا الزلزال اللي رجعوا من المخيم الصيفي المرحلة الأولى سيدي كاوكي الصويرة. صراحة المرحلة دات زوينة حيت شرفنا على الضحايا ديال أطفال ضحايا الزلزال اللي بصح كيحتاجوا أنهم يترفوا نفسانيا من بعد المعاناة اللي عاشوها نفسانيا، ورفهنا عليهم وكانت أجواء جد جميلة مع الأطور والأطفال استجبوا معنا. وصراحة يعني هاد الأطفال ديال ضحايا الزلزال اللي بصح محتاجين أنهم يترفوا نفسانيا من بعد المعاناة اللي دازت عليهم. ويعني المخيم داز ماشي غير جميل وإنما أجمل بروحهم وابتساماتهم اللي كنشوفوها كل نهار في وجوههم. وكان فيهم اللي أول مرة غادي يحضر أنه ما عمرو شاف شي حاجة سميتها المخيم، والحمد لله تحت لهم هذه الفرصة أنهم جمعية أمل الأحرار يجوهم ويستفدوا من هذه المرحلة الأولى. ودازت زوينة الحمد لله. جيت أنا من المتضررين بالزلزال، شاكت في مخيم جمعية الأحرار، دونا المخيم صويرة سيدي كوكي، كيعلمونا الأنشطة، كيعلمونا الأناشيد، بزاف الحوايج، كيدونا فرجة ترفيهية، كيدونا للبحر. استغرقت واحد الوقت المهم بسيط باش نتولف مع الدراري وكتسبت أصدقاء جداد. ملي غنرجع للمخيم ملي غنرجع للدار غنعاود ليهم، نعاود للدراري صحابي اللي ما قدروش يجيو، نعاود ليهم على الامتيازات ديال المخيم وننصحهم باش مره اخرى يمشيو للمخيم. كاينين الناس اطفال اللي جاوا اول مره كيشوفوا المخيم كيقولوا لي استاذتي مخيم يلا جينا لي اول مره شنو غنديروا، ما فاهمينش يعني السيستيم اللي كنتمشاو به في المخيمات. ولكن شويه بشويه ولاو حتى هما حافظين اناشيد تربويه، ولينا حافظين يعني اشكال اللي كنديروا، الطقوس اللي كنديروا في المخيمات، ولاو حتى هما عجبهم الحال كيقولوا لك مؤطرتي حتى حنا بغينا نرجعوا معكم، حتى حنا بغينا المخيم ثاني العام الجاي ان شاء الله. يعني فرحانين بزاف، وكاين يعني اللي كما قلت اول مره لهم، والحمد لله اننا يعني درجناهم وعرفوا انهم كيفاش يتعاملوا وكل شيء. انا مشيت للمخيم صويرة سيدي كوكي، وكان الاجواء تما زوينين، وكنديروا اناشيد وكنديروا مسرحيات وكنديروا انشطه بزاف زوينين. المنطقه اللي عجبتني بزاف منطقه سيدي كوكي، عجبني فيه البحر، عجبني فيه المنطقه تما، عجبني فيه الماكله، البحر، الانشطه، وحتى الاطور زوينين وظريفين. مع البنات شويه في الاول كتقول لك خفت ما عندي صحاباتي هنا بعيده على ماما هكا، ولكن بما انه المؤطرين كفى اللهم بارك خلوهم انهم يعني ينسجموا مع الاطفال الاخرين بحال خوتهم ومؤطرين بحال الاولياء الامور ديالهم، يعني كنحترموهم حتى حنا كيحترمونا. دازت اجواء جميله جدا. حنا كمكتب الجهوي ديال سوس مسا حنا جلسنا وفكرنا بانه نستهدف هاد الاطفال الايتام والاطفال المتضررين بالزلزال، يعني هادو ديال الاطفال المتضررين بالزلزال باش اننا يعني نخرجهم من هذاك الجو ديال الزلزال، ديال التوتر، ديال الضغط، ديال الحزن. راه وجبناهم ان شاء الله وديناهم لسيدي كوكي، مخيم صويرة سيدي كوكي، جلسوا فيه واحد 12 يوم، استفدوا من المخيم، الانشطه ديالو كامل ديال المخيم. والحمد لله اليوم راه درنا لهم واحد الاستقبال هنا في سميتو في اكادير في انزكان ايت ملول، عملات انزكان ايت ملول، وان شاء الله باش ان شاء الله تنطلق الموكب للمدينه تارودانت باش نوصلهم لاهاليهم والبيوت ديالهم ان شاء الله بخير وعلى خير. وتبارك الله الفئات اللي مستفده بهذا المخيم، الفئات العمريه من 7 سنين 14 سنه هما اللي مستفدين من المخيم، والعدد 213 مستفيد. لا كاينه هذه المرحله، وكاينه المرحله ديال ان شاء الله المرحله الرابعه ان شاء الله. لا الله ان شاء الله. اليوم المركز الثقافي لايت ملول هو في كيفتح الاحضان ديالو لاستقبال مجموعه من الاطفال ضحايا زلزال الحوز وتارودانت اللي قضوا فتره تخييميه
بمنطقة سيدي كوكي. وهذا الاختتام هذا ارتأت الجمعية المنظمة أن يعني بتنسيق مع المركز الثقافي لأيت ملول أن تنظم هذا الاستقبال تكريما لهؤلاء الأطفال وكذلك ليتعرفوا على هذه المؤسسة الثقافية أو كذلك لإقامة بعض الأنشطة يعني بها. وبالتالي هذه التفاتة طبعا جميلة ونحن سعداء أن هاد الأطفال يقضوا هاد المرحلة التخيمية الممتعة في انتظار إن شاء الله الرجوع إلى دواورهم ومناطقهم التي نتمنى إن شاء الله أن يتم تأهيلها بشكل سريع، والأمر هو طبعا كذلك تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يشرف بشكل مباشر على إعادة إعمار هذه المناطق إن شاء الله لتعود الأمور كما كانت عليه وأحسن إن شاء الله. إحنا المرحلة الرابعة إن شاء الله تكون في شهر 8 إن شاء الله، فاش غادي تكون وغادي يكون إن شاء الله جديدة غادي تكون يعني الدراري متعطشين، يعني كاينين دينا واحد الفوج وبقاو لنا افواج اخرين، يعني المكالمات وامتى غتعودوا امتى غديروا امتى شكون امتى غتمشيو، كيتصلوا بنا الناس ديال الجمعيات يقول لي الله يكم يجيكم الا كنتوا غديروا البديره اخرى، راه حنا بغينا نشاركوا معكم في هذه البديره. وكنتمنوا التوفيق لنا وكنشكر كاع الاطر كل واحد كل اطر حيت تبارك الله عليهم، هاد الاطر يعني هما الاباء هناك المخيم هما الاباء. مجموعه من الاطفال العدد ديالهم تقريبا اكثر من 220 طفل كينحضروا من يعني مناطق الجبليه خاصه باقليم تارودانت، يعني وكيمثلوا مجموعه من الجماعات القرويه بهذا الاقليم خصوصا، ومجموعه من الدواوير التي اعتبرت منكوبه الى اجل قريب والتي يتم تأهيلها في غضون هاد طبعا الأيام والشهور المقبلة إن شاء الله. وكنشكر كاع المساهمين، جماعة أيت ملول، جماعة ينزكان، جماعة تشيرة، سميتو الاتحاد الرياضي لسيدي ميمون، قصبة الطهر. وكنشكر كاع المجلس الإقليمي ديال مدينة تارودانت حتى هو المساهمة ديالو، وكنتمنى لهم يعني كنشكرهم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله اننا في المرحله الجايه ان شاء الله يعني كنتمنى انه تكون المرحله خاص بالايتام ديال الاقليم ان شاء الله. هادشي اللي كنوجدوا ليه، بغينا نديروا مرحله جايه تكون الايتام استهدفوا غير الايتام ديال الاقليم. طبعا المساله هي مجانيه اجتماعيه انسانيه استفدوا منها الاطفال، وطبعا الهدف الاساسي منها هو إعادة التأهيل النفسي وإعادة التأهيل ديالهم على المستوى التربوي كذلك، وبالإضافة إلى أن خاصة وأن المخيم هم طبعا كيسهروا عليه مجموعة من الأطر المتخصصة اللي يعني تبدع وتنشط بشكل كبير في مجال التربية والتخييم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.